بسم الله الرحمن الرحيم، حبايبي طلاب بريب 3، معاكم مستر حمادة محمد ساينس تيتشر. النهاردة ان شاء الله هنتمرن على المسائل والبروبلمز بتاعة ليسون 3 في يونيت 1 الخاصة بالفيزيكال كوانتيتيز، الكميات الفيزيائية. وقلنا طبعا علشان تبدأ تحل معايا في المسائل لازم تتفرج على فيديو الشرح الخاص بالدرس. طيب تعالوا نبدأ مع بعض في أول مسألة. فبنقول a rubber ball، يعني كرة من المطاط، falls from a height of 10 meters، وقعت من على ارتفاع 10 meters زي ما احنا شايفين كده. then it rebounds، ارتدت رجعت from the ground to upward distance of 5 meters، يعني وقعت من على ارتفاع 10 متر وبعد كده ارتدت من على الارض وطلعت لغاية 5 meters. طب ايه كمان؟ then falls down to rest on the ground، بعد كده رجعت من على ارتفاع ال 5 meters للارض وثبتت. طيب يبقى المطلوب مننا هنا ايه؟ المطلوب مننا هنا ان احنا نرسم المسألة ونتخيلها زي ما احنا شايفين كده. طيب بنقول calculate the distance covered وبعد كده بي the displacement. طيب ال distance covered هي ايه بقى؟ هي ال actual length، الطول الفعلي، ال actual distance، المسافة الفعلية اللي مشيتها الكرة بالتفصيل. فهنجمع الأطوال دي كلها أو المسافات دي كلها، فهتبقى 10 بلس 5 اللي ارتدتها بلس 5 اللي رجعتها تاني للأرض، فهتطلع معاك 20 meters. طيب ال displacement، ال displacement هو ايه؟ ايه التعريف بتاعه؟ قلنا هو shortest straight line between starting point and the final point، يبقى أقصر طريق ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية. في نقطة البداية اللي هي كانت فوق ونقطة النهاية اللي هي على الجراوند، البعد ما بينهم قد إيه؟ 10 meters. فيبقى الـ displacement 10 meters، ولازم تحدد الاتجاه لأن احنا اتفقنا إن الـ displacement بتحتاج magnitude و direction، يعني قيمة و direction كمان، فهنقول له هنا downward. طيب تاني مسألة بنقول if you move to a distance of 5 meters northward، في اتجاه الشمال، and your colleague، زميلك، moves to a distance of 5 meters southward، انت مشيت 5 meters في الشمال وزميلك مشي 5 meters في الجنوب. compare between، قارن ما بين، the distance that you covered and the distance that your colleague covered. ف هنا هنعمل جدول كده اهو، وهنقارن ما بينك وما بين my colleague. طيب هنا تبقى الديستانس هو 5 meters، انت 5 meters في اتجاه النورثورد وهو 5 meters في الديستانس، ما بنحتاجش الاتجاه، ما فيش مشكلة. طيب B the displacement that you covered and the displacement that your colleague covered، نفس الرقم، هنا 5 meters بس الفرق في الديسبليسمنت هتحدد الاتجاه، هنا northward وهنا southward باتجاه الجنوب. number 3، طبعا المسائل ديت موجودة في كتاب المعاصر. an object moves in a straight line northward at a speed of 5 meter per second and its speed reaches 20 meter per second. السرعة كانت في الأول 5 meters، يبقى ديت نقدر نقول إن هي الـ V1، ووصلت 20 meters per second يبقى دي الـ V2، through 3 seconds يبقى ديت الدلتا T اللي هو الزمن. calculate the following، أول حاجة the velocity after 3 seconds، عايز السرعة بعد 3 seconds. طيب ما هي كانت 5 meter وبعد 3 seconds بقت 20 meters، فبالتالي هقول له كده أهو 20 meter per second northward في اتجاه الشمال، ما هو محددها لي اهو ان هو كان في اتجاه الشمال. طيب بعد كده acceleration of the moving object، عايز الاكسلريشن،
acceleration equal delta v divided delta t اللي هي v2 minus v1 divided delta t equal هتعوض عن ال v2 ب 20 وال v1 ب 5 divided 3 هتطلع معاك في الاخر 5 متر per second power 2. طيب a car covered 600 متر in eastward في اتجاه الشرق within 60 second find its average velocity. هو هنا بيسألنا عن الفيلوسيتي، فانت علشان تجيب الفيلوسيتي لازم يكون معاك الديسبليسمنت ويكون معاك التايم، لان الفيلوسيتي ايكوال ديسبليسمنت ديفايدد التايم. فالديسبليسمنت هنا بكام؟ 600. عرفت منين؟ ما هو هنا قايل لي استورد، يبقى دي الديسبليسمنت لان هي محدده باتجاه. والتايم بكام؟ ب 60 سكند. يبقى الفيلوسيتي او الافريج فيلوسيتي بتاعتنا ديسبليسمنت اوفر تايم 600 ديفايدد 60 ايكوال 10 متر بير سكند ان ايستورد دايركشن. المساله اللي بعد كده A body moves from point A to point B. اهو من ال A لل B. طيب then change its direction to point C. وبعد كده رجع من ال B راح لل C through 10 seconds. يبقى عمل الرحلة بتاعته ديت كلها في 10 ثواني. calculate total distance which is a body moved. يبقى المسافة الكلية كلها ال actual length. فنقوله total distance covered by the body equal ايه بقى؟ هتبقى AB plus BC. طيب ال AB كلها بكام؟ ب 4 meters. طب والمسافة من ال BC بكام؟ ده ديت هتبقى 4 minus 3 اللي هي ب 1 meter. يبقى هنجمع 4 plus 1 equal 5 meters. طيب عايز displacement done by the body. ال displacement هي shortest straight line between starting point and the ending point. يبقى هتبقى المسافة ال A C. ليه؟ مش هو كان في ال A B وبعد كده رجع من ال B C؟ يبقى هي ديت ال displacement من ال A لغاية C اللي هي بكام؟ ب 3. وهنحسبها اللي هو ال A B minus ال B C equal يبقى 4 minus 1 equal 3 in the east direction. طب عايز الفيلوسيتي، الفيلوسيتي هتكون الديسبليسمنت ديفايدد التايم. الديسبليسمنت لسه جايبها لي ب 3، التايم بكام؟ ب 10. يبقى 3 ديفايدد 10 ايكوال 0.3 متر بير سكند ان ذا ايست دايركشن. بعد كده نشوف افكار كمان. ان ذا اوبوزيت فيجر في الشكل اللي قدامنا ا بادي موفز ان ا سيركلر باث، ماشي في مسار دائري. Its radius equal 7 meter from A to C. يبقى ال radius زي ما احنا شايفين كده في الرسم 7 meters from A to C passing by point B. هو الجسم مشي من ال A لل C ومر على النقطة B، يعني مشي كده. طيب جميل. بعد كده within 3.5 second if you know that the circumference of the circle equal 2 by r. ده طبعا اللي هو محيط الدائرة where ال by equal 22 divided 7 where ال radius اللي r ديت اللي هي radius. calculate عايز ال total distance في الأول. طيب ال total distance يعني احنا عايزين المسافة من ال A لغاية ال C. طيب ديت بالنسبة لنا محيط دايرة كامل ولا نصف محيط الدائرة؟ هنا النصف. يبقى أنت هتجيب لي محيط الدايرة وهتعمله باي 2 باي هاف. طيب يبقى التوتال ديستانس ايكوال 2 باي ار باي هاف، عشان هنا المسافة عبارة عن نص دايرة. فهنعوض بالارقام، هتبقى half by 2 by 22 divided 7 اللي هي الار
باي 7، الار هنا ب 7، و22 ديفايدد 7 اللي هي الباي، هنحسبها على الكالكوليتر تطلع معاك 22 متر. طيب عايز الديسبليسمنت، الديسبليسمنت اللي هي ايه بقى؟ شورتست ستريت لاين، يبقى من الاي للسي اللي هي دي، يبقى دي عباره عن ايه؟ 2 راديوس، راديوس اهو دي راديوس اللي هو الدايمتر يعني، يبقى الديسبليسمنت ايكوال 2 ار اللي هي 2 باي 7 ايكوال 14 متر، وحدد له الاتجاه، في الاتجاه ده كده يبقى ان ويست دايركشن، اتجاه الغرب. الفيلوسيتي، الفيلوسيتي بتساوي ايه؟ الديسبليسمنت ديفايدد التايم. طيب الديسبليسمنت انت لسه جايبها لي ب 14، ديفايدد التايم هو مديهولنا 3.5 ايكوال 4 متر بير سكند ان ذا ويست دايركشن. مسألة كمان رقم 8، in the opposite figure an object is moving from point C، مشي من C to point M، وراح للبوينت M، بس ايه بقى؟ passing by two points D and F، يعني هو مشي من C للM بس وصل لها ازاي؟ مر الاول بالD وبعد كده راح للF وبعد كده راح للام زي ما احنا شايفين كده. in 5 seconds calculate the covered distance، احسب المسافة اللي مر بيها. طيب فاحنا هنا ال distance from D to F، ما هو انت عايز تحسب المسافة كلها اللي هي السي لغاية الدي الام. طيب يعني هحسب دي كده اهو اللي انا ماشي عليها، وبعد كده المسافة ديت، وبعد كده المسافة ديت. طيب المسافة ديت الاولانية اللي هي السي دي واضحة قدامي اهي 8. طيب بعد كده انا عايز اجيب بقى دي اللي هي دي لغاية الاف اللي هي هاف من السيركمفرنس، نصف محيط الدائرة. يبقى انا هحسب الاول نصف محيط الدائرة ده، فهنجيبه اهو اللي هو بقى من ال D لل F equal half by 2 by R، هنعوض بالارقام، ال radius هنا مديهولي ب 7 equal 22، فهبدأ بقى اجمع 8 مع 22 plus 7 هتديني 37 متر. طيب عايز ال velocity، السرعة عبارة عن ال displacement divided time. ال displacement اللي هي shortest straight line من ال C لغاية ال M. طيب هي من ال C لل D كانت 8 ومن ال D لل M ب 7، عرفت منين؟ ما ده radius بيساوي ال radius اللي جنبه، يبقى 8 plus 7 يبقى 15. طيب و ال time 5 يبقى 15 اللي هي 8 plus 7 divided 5 equal 3 meter per second، وحدد له الاتجاه in the east direction. مسألة رقم 9، in the opposite figure a car moves in a circular path، العربية دي ماشية في مسار دائري whose radius is 10 meters زي ما احنا شايفين كده في الرسمة. The car movement changed as in the opposite figure if you know that the circumference of the circle equal 2 by r where ال by equal 3.14 اللي هي 22 divided 7 بنفس القيمة. calculate عايز the total distance covered by the car from point A to point D passing by points B and C. عايز من ال A لل D بس بشرط passing by ال B وال C، يبقى المسافة بتاعتي من كده اهو A B زي ما انا ماشي كده اهو، وبعد كده من ال B لل C، وبعد كده من ال C لل D. طيب فاحنا هنجيب بقى الاول المسافة بتاعت ال AB، فعلشان نجيبها دي كده ربع محيط الدائرة، يبقى لازم اجيب محيط الدائرة الاول، فاقول له the circumference of circle equal 2 by r equal 2 by ال by ب 3.14 by ال r اللي هي ب 10 equal
هتحسبها تطلع 62.8 متر. طيب ال distance covered اللي هي ال AB يبقى هنضرب بقى في quarter، يبقى quarter circumference of circle plus ال diameter اللي هو ده المسافة ال BC plus quarter circumference. فهمني كده؟ طيب يبقى بالتالي quarter circumference بكام؟ ب 15.7. ما انت ضربت الكوارتر في 62.8. طيب وبعد كده اهو الديامتر، الديامتر بكام؟ ب 20 اهو، بلس 20 بلس كوارتر السيركمفرنس اللي هو 15.7 ايكوال 51.4 متر. يبقى لما تشوف شكل زي كده ما تتخضش، احسب الحسابات بهدوء وتركيز، هتلاقي الارقام تطلع معاك بسهوله ان شاء الله مظبوطه. طيب الديسبليسمنت، الديسبليسمنت بتاعتنا هنا من الايه؟ من الاي للدي، ما هي شورتست ستريت لاين، يبقى بالتالي هي عباره عن دايامتر، يبقى ايكوال دايامتر اوف سيركل ايكوال 2 باي 10 اللي هي 20 ان ذا ساوث وورد دايركشن اللي هو اتجاه الاي دي. مساله رقم 13 بنقول opposite جراف ريبريزنت ذا موفمنت of a body from point A to point C، من ال point A لغاية ال point C passing by B، ومر بال B، عايز its speed. أول حاجة طيب ال speed بتساوي إيه؟ distance over time. طيب ال distance بتاعته من ال A لل B وبعد كده من ال B لل C، يبقى من ال A لل B كانت المسافة هنا بكام؟ ب 40 متر. طيب ومن البي للسي يعني من 20 لغاية 40، يعني ديت كده اهو ب 20، يبقى 40 بلس 20 هتدينا 60 متر. طيب والتايم بتاعنا قد ايه؟ التايم اللي خده في الرحلة دي اهو 12، يبقى speed equal d over t 60 over 12 equal 5 متر per second. ده بالنسبة للسبيد. طيب الفيلوسيتي، الفيلوسيتي هي عبارة عن الديسبليسمنت اوفر تايم. طب الديسبليسمنت هجيبها ازاي؟ قال لي الديسبليسمنت هنا عبارة عن shortest straight line between the starting point and ending point، يبقى الديسبليسمنت هنا اللي هي من ال A لل C مباشرة. يعني تخيل انت عامل خط كده اهو، طيب من ال A لل C المسافة ديت بكام؟ ب 20، يبقى هنا ديت ال A ال displacement over the time ب 12، يبقى 20 divided 12 equal 1.67 meter per second in the east direction. آخر حاجة طالبها معانا the acceleration by which the body moves through AB. ال AB هنا الشكل دوت عبارة عن regular speed، ده جراف بيعبر عن علاقة ما بين distance و time. فلما الاقي ال relation between distance and time is represented by straight line passing the origin point, so this body moves at regular speed. وطالما الجسم ماشي بregular speed يبقى ال acceleration بتاعته بزيرو، يبقى هو ماشي بسرعة ثابتة فما فيش تغير في السرعة، يبقى acceleration equal zero. بعد كده 15 the opposite graph represents a body moves in a straight line. Answer the following questions. أبص للشكل كده تمام. قال لي mention the kind of acceleration for AB. خد بالك ده علاقة ما بين speed و time. يبقى ال AB هنا ديت ال acceleration دي كده positive acceleration، و ال BC هنا الجسم كان ماشي بسرعة ثابتة. ما هو طالما ال line parallel to the time axis يبقى بالتالي كده اهو القيمة اللي في ال y axis بتبقى قيمة ثابتة، يبقى هنا السرعة ثابتة في المسافة BC، يبقى دوت كده اهو zero acceleration. طيب والسي دي هتبقى نيجاتيف اكسلريشن، ليه؟ لان السرعه بتقل.
طيب بعد كده then find the value of each kind، وهات لي قيمة كل acceleration منهم. طب تعال نشوف كده في ال AB ال acceleration قيمتها بكام. فقلنا اهو ال AB كانت positive acceleration، و ال acceleration عبارة عن V2 minus V1. ال V1 هنا كان بادئ السرعة بتاعته بكام؟ من تحت من الزيرو، وال V2 كانت ب20، يبقى V2 20 minus 0 divided time، التايم هنا بكام؟ ب10. هتحسبها equal 2 meter per second power 2. طيب ال BC ال acceleration ب0 زي ما اتفقنا. طيب ال CD ديت عبارة عن negative acceleration، السرعة ال V1 هنا كانت 20 وبعد كده ال V2 بقت ب0، ما هو هنا نزل السرعة بتاعته هنا مقابلة لل A للزيرو، يبقى V2 minus V1 ال V2 ب0 وال V1 ب20 divided التايم، التايم اللي هو ايه في المسافة ال CD ديت اللي هي عبارة عن ايه 20 minus 15، التايم ده يبقى 5، يبقى 20 divided 5 equal يبقى هنا negative 20 divided 5 equal negative 4 meter per second، يبقى ديت طبعا كده negative acceleration. طيب تاني حاجة طالبها مننا B، يقول لك if the same body moves or covers a displacement equals 200 meter in the period AB، هو في المسافة AB غطى 200 متر، and the displacement equal 100 meter in the period CD، ال C ديت CD 100 يبقى دي 200 ودي 100. طيب displacement equal 200 meter in the period AB and displacement equal 100 in CD. جميل. calculate displacement covered in period BC، عاوز ال displacement اللي في المسافة BC. فهنقول له ال displacement من خلال القانون، احنا القانون عندنا بتاع ال displacement كنا بنقول فات اللي هو ال V فوق وال D تحت وال T تحت، فال displacement هنا equal ال V لا سوري، هنا بقانون ال speed اللي هو دي في تي، الدي فوق، فبالتالي ال displacement equal V times T equal ال V هنا بكام؟ ال V هنا في ال B C كانت ب 20 وال T هنا بكام؟ نحسبها من هنا اهو، عبارة عن 5، يبقى 20 by 5 equal 100 meter. فاحنا كده جبنا له ال displacement خلال المسافة بي سي. طيب طالب ايه كمان؟ ال average speed for the body in period AD، عايز ال average speed خلال الرحلة كلها ال AD. يبقى ال average speed عبارة عن ايه؟ total distances divided total time، هنجمع المسافات كلها، يبقى 200 plus 100 plus 100 divided التوتال تايم، التوتال تايم بتاعنا كان عبارة عن 20 اللي هو ده كده، فهتبقى 400 divided 20 equal 20 meter per second. المسألة اللي وراها in the opposite figure a person moves from point A to point B then point C and D until we reach to the starting point، لغاية ما رجع لل starting point تاني. عايز ال average speed، ال average speed total distances divided total time، هتجمع ال distances و divided ال time هتديلك 2 meter per second. طيب تاني حاجة عايز ال displacement، ال displacement هي ايه؟ قال لي هي ال shortest straight line between the starting point and the ending point، طالما رجع لل starting point تاني يبقى ال displacement بزيرو، لان الديسبليسمنت هي عبارة عن محصلة الابتعاد عن الستارتنج بوينت. طب هنا محصلة الابتعاد عن الستارتنج بوينت ايه؟ ده هو رجع للستارتنج بوينت تاني، فبالتالي الديسبليسمنت بزيرو. طيب عايز الاكسلريشن، الاكسلريشن هنا اهو هتبقى برضو بزيرو،
لان هو كده هو ماشي ب regular speed اللي هي 2 متر per second. طيب وطالما ماشي ب regular speed يبقى بالتالي الجسم هنا الاكسلريشن بتاعته بزيرو، لان هو كمان بيقول لك ايه، if the speed moving person is constant، فهو قال لك ان السرعه ثابته فبالتالي الاكسلريشن بزيرو. طيب المساله اللي بعد كده بنقول a car starts motion from point A and covers 40 meter northward to point B within 20 seconds then 80 meters eastward to point C within 20 seconds and then 40 meters southward to point D within 10 seconds find. اول حاجة عايزها التوتال ديستانس، نجمع المسافات، ده مع ده مع ده هيدلنا 160 متر. total time the car took to cover distance هنجمع التايم يبقى 50 seconds. بعد كده displacement from the start point to the end point، ادي الستارت بوينت وادي الاند بوينت. طيب فالمسافة دي هجيبها ازاي؟ قال لي ما هو each opposite sides are equal، كل ضلعين متقابلين متساويين، يبقى ده 80 متر يبقى هنا برضو 80 متر، يبقى بالتالي ال displacement هتبقى 80 متر in the east direction او AD. بعد كده عايز ال average velocity، ال average velocity طالما velocity يبقى displacement over time. طيب ال displacement بكام؟ لسه جايبينها ب 80 وال total time هيبقى ب 50. يبقى خد بالك انت هنا بتتعامل مع التايم كله مفيش مشكله خالص، يبقى ال displacement هي اللي بتتغير زي ما اتفقنا لكن التايم بيبقى ثابت معانا، يبقى 50 يبقى equal 1.6 متر per second، ولازم احدد الاتجاه in the eastward direction. مسألة رقم 26 في المعاصر، in the opposite figure the perimeter اللي هو circumference of the circle is 44 meters ادهولنا جاهز and the diameter is 14 meters when an object moves from point A to point B to point C in 10 seconds. عايز يحسب الديستنس، فهنا الديستنس عبارة عن half circumference يبقى half by 44 هتدلنا 22. تاني حاجة الديسبليسمنت equal نقط meters in نقط direction، عايز ال displacement، ما هو ال displacement عبارة عن ال AC ف 14 in the west direction. طيب اللي هي ال AC direction اللي هي ال west direction في اتجاه الغرب. ال velocity بتساوي ال displacement over time، ال displacement بكام؟ ب 14. طيب وال time كان هو محدده لنا بكام فوق؟ ب 10. يبقى 14 divided 10 equal 1.4 in AC direction. بعد كده مسألة رقم 30، in the opposite figure a body moves in a circular path with a radius of 7 meters and its circumference of 44 meters from point A to B to C to D within 8 seconds. calculate average speed. فأول حاجة الـ average speed هي عبارة عن total distance divided total time، يبقى عايزين الأول نحسب الـ total distance. فالـ distance بتاعت الـ AB عبارة عن الـ quarter circumference، يبقى quarter times 44، ما هو مدينا circumference بـ 44 equal 11. طيب وعايز المسافة بتاعت البي سي ديت، يبقى هو قايل لي الديامتر ب 7 يبقى 7 بلس 7، ما هو ديت فيه 2 ديامتر هنا سوري 2 radius، ما هو الراديوس هنا ب 7 يبقى 7 بلس 7 يديني 14 اللي هو الديامتر بتاعها يعني على بعضه. بعد كده الديستانس سي دي كوارتر circumference،
يبقى هتطلع معايا ب 11. اجمع المسافات دي مع بعضها 11 بلس 14 بلس 11 ايكوال 36. الافريج سبيد توتال ديستانس اللي هي 36 ديفايد التوتال تايم اللي هو مديهولي ب 8 سكند ايكوال 4.5 متر بير سكند. بعد كده طالب مننا الفيلوسيتي. الفيلوسيتي عباره عن الديسبيسمنت ديفايد التايم. الديسبيسمنت هنا اللي هي المسافه الاي دي اللي هي ب 14. ليه 14؟ ما هو مدلنا الراديوس ب 7، يبقى 7 بلس 7 14. طيب 14 ديفايدد 8 اللي هو التايم ايكوال 1.7.5 متر بير سكند ان ذا نورث دايركشن اللي هو الاي دي دايركشن. اخر مساله معانا بفضل الله رقم 31، بنقول ذا اوبوزيت فيجر ريبريزنت ذا موشن اوف ان اوبجكت فروم بوينت اي تو دي، من الاي للدي. بس خد بالك بقى ايه، passing by B and C، يعني الجسم ماشي A B بعد كده راح لل C وبعد كده راح لل D. calculate the covered distance، هنحسب المسافة اللي قطعها الجسم. ف 7 plus 4 plus 3 هتبقى 14. طب عايز الديسبليسمنت. الديسبليسمنت هي shortest straight line. طيب يبقى الخط ده كله كده. طيب انا معايا من الاي للبي ب 7، انا عايز اجيب من البي للدي. هجيب دي ازاي؟ قال لي احنا هنا اهو، ده كده اللي بيقابل السكوير انجل، ده بيكون الهايبوتنس الوتر. فبالتالي هنجيب الهايبوتنس بتاعنا هيبقى عبارة عن اللي هي البي سي. هتقول لي بي سي ايكوال سكوير روت 3 سكوير بلس 4 سكوير ايكوال، هتطلع معاك ب 5. يبقى البي سي دي سوري البي دي ديت ب 5 مترز. هنجمع 5 مترز بلس 7 مترز هتطلع 12 ان ذا ايست دايركشن اللي هو الاي دي دايركشن، وعليها السهم كده. كده بفضل الله نكون اتمينا مسائل الدرس الثالث بالأفكار المختلفة بتاعتها. دعواتي لكم جميعا بالتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.